وبكلمات جميلة تدخل القلب وتلمس المشاعر والفكر. كتب البابا الشنودة الثالث كلماته الموزونة لوصف الأبوة التي رآها واختبرها مع خادمه الأمين ومعلمه الأرشدياكون حبيب جرجس، الذي أسس خدمة مدارس الأحد في كنيستنا الأرثوذكسية. وكانت كلماته وصف لما رآه من صفات في معلمه الحبيب، صفات يجب أن يقتدي بها كل راعي وخادم في الكنيسة. وكانت بداية وصفه: وأب أنت ونحن يا أبي، عشنا بالحب على صدرك نحب. يا قويا ليس في طبعه عنف، ووديعا ليس في ذاته ضعف. يا حكيما أدب الناس، وفي غضبه حب وفي صوته عطف. لك أسلوب نزيه طاهر ولسان أبيض للألفاظ عف. وبالحب والتشجيع تصلح الأعوى والغاضب يصفو. هكذا كنت حبيبا، لك صدر واسع رحب. انت قلب واسع في حلمه، عاش جيل كامل او عاش شعب. انت نبع من حنان دافق، انت عطف انت رفق انت حب. انت قلب واسع في حلمه، عاش جيل كامل او عاش شعب. انت نبع من حنان دافق، انت عطف انت رفق انت حب. واب انت ونحن يا ابي، عشنا بالحب على صدرك نحب. لك أنا انتصار، إنما لك فوق الكل يا قديس رب. وأب أنت ونحن يا أبي، عشنا بالحب على صدرك نحب. لك أنا انتصار، إنما لك فوق الكل يا قديس رب. يا قوي ليس في طبعه عنف، ووديعا ليس في ذاته ضعف. يا قويا ليس في طبعه عنف، ووديعا ليس في ذاته ضعف. القدوة الحسنة تعطي صوتا أحلى وأعزب من أصوات العزف وجميع آلات الطرب، لأن الناس لا يعتبرون ما نقوله بمقدار ما نفعله، من أقوال القديس يوحنا ذهبي الفم. هكذا رأى البابا شنودة معلمه حبيب جرجس، وهكذا نرى كل أب وراعي في كنيستنا. نرى فيه صورة الله، نرى فيه المحبة والطيبة والوداعة والمسؤولية والبذل والعطاء والابتسامة والحكمة والاحتواء، ليصل بنا إلى الله بحب وأمان.